رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا. معنا دلوقتي في الاستوديو استاذ احمد اسماعيل الناقد الرياضي في الاخبار المسائي. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا شيخ. منورنا في كلام في الميديا. نورك ونور المتابعين ان شاء الله. طبعا في احداث مهمه جدا حصلت في النادي الاهلي ولسه تحصل ان شاء الله بكره. يمكن امبارح كان في حدث مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، حدث تاريخي، وهو توقيع برزنتيشن سبورتس لرعايه النادي الاهلي بمبلغ 510 مليون جنيه مصري، وده طبعا اغلى رقم في تاريخ الرعايه في الرياضة المصرية. وبالإضافة طبعا للحادث إلهام جدا بكرة، اللقاء المرتقب قصاد وفاق سطيف الجزائري بدوري أبطال أفريقيا. خلينا الأول نتكلم على لقاء بكرة، وعايز أسألك شايف اللقاء إزاي؟ خلينا نتفق أنه برضو مباراة بكرة مش سهلة كما الناس يعني أعتقد البعض، يعني أنه الأهلي يمتلك الأفضلية بأنه مسجل هدفين في مباراة الذهاب، ولكن أنت هتلعب برضو فريق مش قليل في أفريقيا ومش باكي على حاجة، هيخش المباراة عاوز يعمل اي نتيجه، خاصه في الربع ساعه الاولانيه ان هو يخطف جون والكلام ده. وهيلعب برضو عنده الملعب نفسه بالتسع ل 16,000 متفرج، وملعب صغير. هي الملعب طبعا الاجواء اللي في الجزائر عموما الجماهير كلها بتبقى حماسيه الى حد كبير، ولكن لكن طبعا الاهلي يمتلك مجموعه من اللاعبين عندها خبرات ومروا بالظروف دي في فترات سابقه. شايف نتيجه 2-0 دي، هل دي كفيله ان اللعيبه يبقى عندها اريحيه وهي بتبتدي اللقاء، ولا شايف السيناريو هيمشي ازاي؟ يعني تتوقع باتريس كارتيرون هيدافع، هيفتح، هيلعب مباراه مفتوحه؟ شايف هي ارتياحيه الى حد كبير، ولكن كالدرون برضو بخبراته مع لعيبه برضو عندها خبرات، هو عمل بعض اللقاءات حتى في الفتره اللي في القاهره قبل ما يسافر، وحتى بعد ما سافر الجزائر اكد على اللاعبين نسيان نتيجه مباراه الذهاب تماما، اكن المباراه 0-0، هنلعب زون ديفنس طبيعي جدا، ولكن في نفس الوقت قال اكد على الاستمرار، انه دايما الكره معانا، دايما احنا نحافظ في الربع ساعه الاولانيه اللي احنا نحافظ على الكره بشكل كبير ونخلص بعض الهجمات، وكره تنتهي في الربع او الثلث الامامي من فريق وفاق الصيف. طيب لو اتكلمنا عن التشكيل اللي حضرتك شايف انه ممكن يخوض بيه بكره باتريس كارتيرون اللقاء، تقول لي مين هو؟ الكالدرون هيعتمد على طريقه اللعب الكلاسيكيه بتاعته اللي هي 4-2-3-1. محمد الشناوي طبعا في حراسه المرمى. الاربعه الدفاع هيبقى احمد فتحي، واثنين مساكين هيبقى سعد سمير و كوليبالي. والجانب الشمال هيبقى ظهير الشمال هيبقى بنسبه كبيره طبعا ايمن اشرف. اثنين ارتكاز هيبقى حسام عاشور وعمرو السوليه. قدامه الثلاثه وليد سليمان طبعا بالتاكيد، واسلام محارب واحمد حمودي، وفي الامام وليد ازارو. طيب يعني لو سالتك لو كان علي معلول كان فرق بنسبه قد ايه في لقائه لو كان موجود؟ بالتاكيد علي معلول عنده خبرات كبيره جدا، وهو لاعب متميز، حتى في الفتره اللي فاتت كان متالق بشكل كبير جدا في الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه للنادي الاهلي. ولكن برضو اعتماده ايمن اشرف لا يقل كثيرا عن علي معلول. صحيح. وبالذات حتى لو هو كان بيلعب مع كالدرون في المساك فترات كبيره في المباراه الاخيره، ولكن كان دايما لما بينضم المنتخب كان بيلعب في الظهير الايسر، وكان بيعتمد عليه اجيري بشكل كبير في المباراه حتى الرسميه، وادى بشكل ممتاز حتى في المباراه اللي فاتت، واحرز هدف في النيجر، ولعب برضه في مباراه سوازيلاند، لكن ادى بشكل كبير جدا. صحيح. ما اعتقدش ان هي تبقى فيها ازمه. ممكن نقول ان ايمن اشرف بيتفوق على علي معلول دفاعيا، وده انسب للاجواء اللي هناك شويه، ولكن برضه هو حتى ايمن اشرف حتى هجوم بشكل كويس، يعني بيأدي الاداء الهجومي بتاعه بشكل كبير جدا، ولكن برضه انت في مباراه زي دي هتعتمد بشكل كبير على الدفاع بشكل قوي، ولكن برضه ايمن اشرف ليه عنده خبرات كويسه في الاداء الهجومي. صحيح. طيب خلينا نروح للملعب، ملعب اللقاء طبعا يمكن من اهم العوامل اللي هتساعد فريق وفاق سطيف، او يعني يمكن ترجح كفته عن النادي الاهلي، هو عامل الارض والجمهور والنجيله الصناعي اللي الناس كلها بتتكلم عنها. لكن باتريس كارتيرون طلع وقال لنا انا ما عنديش مشكله في النجيله الصناعي، انا رحت امبارح التدريب وشفت ان الملعب كويس جدا وما يقلش كتير عن ملاعب النجيله الطبيعيه. هو بالتاكيد الاهلي طبعا
معظم لعبه طبعا على العشب الطبيعي، لكن الاهلي لعب قبل كده كذا مره كذا مباراه على النجيل الصناعي. قصد انه هيتمرن تمرينتين، يعني عنده تمرين النهارده وتمرين امبارح، هيتمرن عادي جدا على الملعب، وهو شايف ان هو مش ملعب مش سيء، يعني مش زي بتوع افريقيا الملاعب اللي هي بتبقى فيها حفر والكلام ده كله، لا عنده الملعب مش وحش يعني. فهو عنده قال حتى اللعيبه لا الملعب كويس وهيقدروا يعني يتعاملوا مع الموقف بشكل كويس فيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب انا لو سالتك عن ايه الخطوره اللي بيمثلها فريق وفاق سطيف على النادي الاهلي، وازاي النادي الاهلي يعرف يعني يتعامل مع الخطوره دي ويتجنبها او يتفوق عليها؟ الفريق بتاع وفاق سطيف عنده معدل اعمار اللعيبه بتاعته متوسط الاعمار بتاعته قليله جدا، حوالي 24 سنه او 25 سنه. هم بيعتمدوا على اللعب الجماعي بشكل كبير قوي، ما عندهمش اللعيب البارز، بيعتمدوا دايما على برضو الخطه بتاعتهم 4-3-3. الشق الهجومي بتاعهم الثلاثه الامامي دايما بيعتمدوا على الكرات القصيره، ما بيلعبوش كره طوليه بشكل كبير جدا. كالدرون حتى في التدريبات اللي قبل ما يسافر كان بيعتمد على قصه انه غرق المساحات في نص في منطقه المناورات في نص الملعب عن طريق حسام عاشور وعمرو السوليه، وبشكل كبير الاثنين دول مش هيبقوا عندهم واجبات هجوميه بشكل كبير قوي في المباراه، يعني هيبقى الاعتماد كله على احمد حمودي او وليد سليمان او اسلام محارب. طيب على جانب بقى اخر، في لقاء تاني مع اول اغسطس الانجولي، شايف مين اللي هيعبر للبطوله النهائيه او المباراه النهائيه؟ هي طبعا مباراه برضو متكافئه لحد كبير، يعني فريق اول اغسطس عمل نتائج مبهره وكويسه جدا في دور المجموعات، وقدر ان هو يوصل للدور قبل النهائي وفاز على الترجي التونسي. صحيح. بهدف على ارضه، ولكن برضو في الملعب فرادس طبعا الاجواء بتاعت الترجي هتختلف تماما يعني. هل مين اللي هيقدر يفك الشفره بتاعت المباراه دي؟ ده اللي هيبان في المباراه يعني، لكن اعتقد الفريقين الفريقين الفرص بتاعتهم متكافئه لحد كبير يعني. طيب خلينا بقى نروح لملف تاني وهو ملف هام اكيد جدا، وتوقيع عقد الرعايه امبارح النادي الاهلي مع شركه برزنتيشن سبورتس بقيمه 510 مليون جنيه مصري، يعني بتتفوق على قيمه العقد اللي قبل كده كان مع شركه صلة السعودية، كان ب 500 مليون بس، يمكن زاد عليه 10 مليون جنيه، بالإضافة طبعا ان الرقم ده هو الاعلى في تاريخ الرياضة المصرية كلها. انت بتتعامل مع اسم النادي الاهلي، فبالطبيعي الطبيعي ان انت بتاخد منتج انت كسبان فيه. يعني حتى الكلام كله امبارح انه محمد كامل بيقول لك انا كده كسبت من قبل ما يبدا، انت بتبيع اسم النادي الاهلي يعني. صحيح. فالعمليه كلها ان الرقم نفسه لا مش كبير قوي زي ما الناس يعني متخيله، ده كبير جدا او ضخم دلوقتي، لكن في الفترات اللي جايه لا، الاهلي دايما عنده بطولات وعنده بيشارك في كل البطولات الافريقيه، وممكن يشارك في كاس العالم للانديه، وبالتالي القيمه التسويقيه بتاعته لا انت بتتكلم في ايه يعني بتزيد. صحيح. بتزيد. صحيح. فالطبيعي لا انت دايما في مكسب مستمر يعني. يمكن من اهم الكلمات اللي قالها امبارح استاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن سبورتس، قال انا لو مت النهارده يعني بعد الشر علي ربنا يديله الصحه وطوله العمر، انا كده حققت كل احلامي ان انا شركتي هي الراعي الرسمي للنادي الاهلي. ما هو بيرعى ايه؟ بيرعى اسم النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في مصر واكبر نادي في الشرق الاوسط وصاحب الانجازات الكبيره. صحيح. وبالتالي طبعا يعني ده حلم يعني حياته، حتى من شركه برزنتيشن هي من حلمها كان الاتحاد الكوره او المنتخب القومي والنادي الاهلي. صحيح. هو الاكبر يعني. صحيح. طيب خليني اسالك برضو السنه دي عن الدوري المصري الممتاز، شايف ايه الظواهر الجديده اللي في الدوري المصري الممتاز اللي لفتت انتباهك بعيدا طبعا عن التحكيم، لان هناخد التحكيم ده في حته ثانيه يعني كمان شويه. لا هو قصه الدوري السنه دي في تقارب في مستوى بعض الفرق بشكل عام يعني. ولا ده يمكن لان احنا لسه في الاول في البدايه لسه ممكن. في بدايه الجولات، فيمكن وفي كمان انديه كتير عندها مباريات مؤجله النادي الاهلي زي المصري والاهلي مباريات. صحيح. اكيد طبعا دلوقتي الفروق حتى فروق النقاط قليل جدا. صحيح.
مع استمرار يعني الاسماعيلي مثلا كان في البدايه كان عمليه نزيف النقاط مستمره، لكن مع فييرا بدا هيبدا بشكل جيد في الفتره اللي جايه. انا صحيح. اعتقد اللي هو هل ابتدت تبان بصمات فييرا على الاسماعيلي؟ فييرا مش بعيد عن الاسماعيلي ومش بعيد عن الكره المصريه وكان موجود قبل كده، واعتقد ان هو هيعمل حاجه مع الاسماعيلي، واعتقد ان هو النتائج هتتحسن بشكل كبير قوي وهيخش في المنافسه وهيخش في المربع الذهبي بشكل كبير جدا. مع تواجد المصري، مع تواجد بيراميدز، مع تواجد برضو سموحه، مع تواجد الفرقه الانتاج الحربي. نزل عن الـ عن الـ عن الصداره في اللقاء الاخير بعد ما تعادل. عن برضو فرقه الانتاج الحربي، انا شايف من افضل الفرق المستقره بشكل كبير جدا، والنتائج بتاعتها اللي حققها مع مختار في الفتره اللي فاتت دي كانت قويه جدا، ومتصدر الدوري في الفتره دي. اعتقد برضو من الفرق الكويسه اللي ممكن تتواجد في المربع الذهبي في الفتره اللي جايه، طبعا مع تواجد نادي الزمالك والمنافس دايما للنادي الاهلي. لا اعتقد ان شكل الدوري يعني السنه دي متغير بشكل كبير، والمنافسه فيها تبقى قويه وتستمر لغايه الاسابيع الاخيره. اتمنى فعلا احنا نشوف دوري قوي وفيه منافسه مشتعله لحد الاخر. في الاخر كله بيصب في مصلحه منتخبنا الوطني الاول، برغم من الاعتماد الكبير جدا على المحترفين. يمكن لو بصينا لهدافين الدوري الممتاز كلهم اجانب، بس خلينا نتكلم على موضوع الاجانب ده كمان شويه. نتكلم الاول عن التحكيم، شفت الكوارث التحكيميه اللي حصلت في الموسم ده تحديدا ازاي؟ ويمكن كان اهمها بالنسبه لنا هنا في قناه الاهلي اكيد مباراه الاهلي والانتاج الحربي. لا الكارثه الاكبر مش في التحكيم، يعني الكارثه الاكبر في المسؤولين عن التحكيم، ان هم مش متخيلين او مش مصدقين انه في كارثه الحكام في المستوى العام والبدني في الفتره اللي فاتت في بدايه الدوري. يعني مش بقى كل اسبوع في كارثه، يعني صحيح. كل مباراه دلوقتي فيها مشكله، مفيش مباراه بتمر وهم عادي مش عاوزين يصدقوا. هو يقول لا ده اصل الاخطاء موجوده في كل في العالم. هو ايوه الاخطاء موجوده في كل العالم، لكن في مباراه بس ده مش مبرر. ممكن بعد 5 6 اسابيع تلاقي خطا فادح لحكم، ولكن مش في كل اسبوع هنلاقي مباراه ومباراه حاسمه مثلا لفريق كبير او فريق يعني بتاثر على نتيجه المباراه. يعني وهم برضو مش مصدقين القصه دي كلها. لا يعني لازم يعني فوقوا شويه، يعني شوفوا الخطا فين وعالجوه. صحيح. طيب هل ممكن ان احنا نقضي على كل المشاكل اللي في التحكيم المصري ده باستخدام تقنيه الفار؟ على حسب طبعا ما صرح مسؤولين اتحاد الكره ان في احتماليه ان هو يكون موجود من الدور الثاني او مع بدايه الموسم القادم. شايف تقنيه الفار واستخدامها في المباريات، هل ده هيقلل من المشاكل التحكيميه ولا هيخلق لنا بقى مشاكل من نوع اخر؟ بص تقنيه الفار الفيفا اعتمد عليها في بطوله كاس العالم، ودي اكبر بطوله، وعمل بعد حتى البطوله بعد نهايه كاس العالم عمل تقييم للفكره وطلع بالنتائج بتاعتها. لا قال لك لا النتائج 1 2 3 4 يا جماعه دلوقتي دي اثرت بشكل ايجابي كبير جدا على المستوى التحكيم ومستوى النتائج المباريات. طيب احنا ليه ما نطبقش دون هنا؟ الفكره نفسها ممكن تكلف مبالغ صحيح. كبيره، وهو ده اللي صرح بيه مسؤولين اتحاد الكره ان هي مكلفه جدا، وان هم في احتماليه ان هم يجيبوا 3 وحدات ويقسموهم على المباريات. بس في حاله ان وجود 3 وحدات بس موجودين في مصر، فده معناه ان مفيش غير 3 مباريات هيتلعبوا في اليوم. ما هو ده اول برضو القصه دي هتبقى صعبه جدا، لانه في مساله مبدا التكافؤ الفرص. صحيح. فلازم يا اما تبقى كل المباريات يا اما ما فيش. لكن ما فيش غير نختار 3 4 مباريات دي، ما فيش. مش هيقف يوم واحد بس. لا ده امر ما اعتقدش ان هو ممكن يتطبق بهذه الطريقه. كمان انت بتلعب مباراه النهارده في القاهره، بكره في السويس، بعد مش عارفين، فالكلام ده هو ممكن يكون الحل ان يبقى في واحده في القاهره، واحده في الوجه الابلي، واحده في وجه البحر. هم لو نظموها على شكل جدول الدوري ممكن تمشي، لكن هل هو اصلا حتى جدول الدوري اصلا مش منتظم يعني. صحيح. فهيطبق بأي طريقه؟ صحيح. يمكن هيواجه ازمات كتير، لكن هي ضروريه. لكن هي ضروريه. صحيح، اكيد ضروريه. طيب خليني برضو اسالك على المشاكل الاخرى اللي طبعا موجوده في الدوري المصري الممتاز.
شفنا برضو تصريحات لاتحاد الكوره مع وازمته مع محمد صلاح يمكن بعيدا عن الدوري المصري الممتاز في الفتره الاخيره. شفت الازمه دي ازاي؟ هي ازمه عدم احتراف. يعني انا شايفها انه انت بتتعامل الازمه، اول حاجه الازمه من اغسطس او من قبل حتى يعني في تصفيات كاس العالم، من قبل ما نوصل لكاس العالم هي الازمه موجوده. اتحاد الكرة اتعامل معها بشكل منطق انه ربنا يسهل اما نقعد قعدة عرب هنحلها. لا، يعني انت بتتعامل دلوقتي مع لاعب بقيمة محمد صلاح، من لاعب من افضل 3 لعيبة في مستوى العالم، عنده وكيل لاعبين محترف بيتعاملوا بشكل احترافي خلاص بره، يعني القصة مش قصة بقى قعدة عرب عندنا هنا في مصر يعني. فانت تتعامل معاه بنفس الاسلوب بتاعه. ويا ريت حتى يتطبق عندنا يعني المسألة الاعتراف دون يعني. فلا يعني قصة مفروض ليا ان شاء الله في نوفمبر اللي جاي، كان اللي انا كنت حتى مع وزير الشباب والرياضة وقال لي ان هو في جلسة يعني تحت رعايته انها تتم في نوفمبر اللي جاي، هتضم كابتن هاني ابو ريده ووكيل محمد صلاح، هيبقى هنا في القاهرة عشان يحطوا المتطلبات بتاعته، وهنشوف هل هتتحل ولا هتمشي باي طريقه. طيب محمد صلاح ومستواه الحالي في البريمير ليج، المستوى اللي بيقدمه مع بدايه الموسم الحالي، والناس ابتدت ان هي تتكلم عن فرق المستوى ما بين مستواه او بدايته في الموسم اللي فات في البريمير ليج وبدايته في الموسم ده، برغم ان طبعا كان في تقارب كبير جدا في الارقام، بس الناس كانت مستنيين اكتر من محمد صلاح. بعد اللقاء الاخير وتهديف محمد صلاح، شايف ان هو ابتدى ان هو يرجع مره ثانيه لمستواه؟ هو الناس كلها بتبص لها على ارقامه في الاهداف. صحيح. لا يعني لو شفت ارقام تانية لمحمد صلاح في بدايه الموسم الحالي، لا هنلاقي في الاسيست بتاع محمد صلاح عن السنه دي عن السنه اللي فاتت في تفوق باسيست واحد. طريقه التحركات بتاعت محمد صلاح وطريقه حتى اللعب المتغيره لليفربول ما كانتش مش نفس طريقه اللعب بتاعت السنه اللي فاتت. وبالتالي لا يعني في تطور كبير لمحمد صلاح في الفتره الاخيره. مش عاوزين نضغط على قصة انه ما بيجيبش اهداف دلوقتي. لا يعني محمد صلاح السنة اللي فاتت برضو كان جايب في بداية العشر مباريات كان جايب 8 اهداف. الرقم مش كبير قوي بالمقارنة بالسنة دي، يعني مش حاجة، مش محمد صلاح ما بيجيبش خالص. لا يعني محمد صلاح حتى لو حط هدفين في المباريات اللي جاية أعتقد بشكل كبير هيخش في المنافسة مع المنافسين على اللقب هداف الدوري الإنجليزي، وأعتقد ده هيديله ارتاحية بشكل كبير جدا، وهينزل حتى الضغوط النفسية اللي عليه في الفترة اللي جاية ديا، وهيطور من نفسه. أكيد أجيري واختياره لقيادة منتخبنا الوطني الأول، رغم طبعا كان في الأول وجود بعض الخلافات ما بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكورة، عايزينه ومش عايزينه، كان في منهم مؤيد لوجوده ومنهم معارض، ونتائج أجيري حتى الآن مع منتخبنا الوطني الأول اللي احنا مش عارفين نقيم، لأن طبعا منتخبنا الوطني الأول ما قابلش غير منتخبات يعني ضعيفة في المستوى أو متواضعة في المستوى الفني، ما نقدرش إن احنا نحطها كمقياس. هل أجيري بيأدي أداء كويس مع منتخبنا الوطني الأول، ولا احنا ماشيين في الطريق الصح، ولا لا يمكن مستنيين لقاء تونس عشان نقدر نحكم على مستوى أجيري، وهل أجيري فاد منتخبنا الوطني ولا لا، برغم ان هو في البداية كده، واهم حاجة ان هو تخلى عن طريقة هكتور كوبر الدفاعية وابتدى يقدم لجمهور مصر او جمهور الكرة المصرية الطريقة اللي هم حابين يشوفوها. بصي برضو انا اتفق معاك انه من الصعب جدا ان احنا نحكم دلوقتي على اجري، محتاج 5 6 7 ماتشات، وكمان ماتشات بمستوى قوي. انا مش هقدر اقيمه مع سويسرلندا والنيجر مع احترامي طبعا ليهم. يعني كوبر اول ما جه برضو مسك المنتخب المصري كان برضو بيلعب مع منتخبات ضعيفه واحرز بتاع 8 اهداف في مباراتين، وبالتالي غير طريقه حتى لعبه. يعني حتى كوبر اول ما مسك لعب 4-4-2 وبعد كده 4-2-3-1 وبعد كده قعد يغير في طريقه اللعب واسلوب اللعب، حتى بدا يعمل الاسلوب اللعب الدفاعي اللي اعتمد عليه من تصفيات امم افريقيا وبطوله افريقيا، حتى تصفيات كاس العالم وفي بطوله كاس العالم.
أجيري بدأ يعمل عملية تحليل وتجديد، وده أمر طبيعي اللي أنت بعد ما بتخلص بطولة معينة عندك أهداف جديدة. هل ده الوقت المناسب ولا كان المفروض يستنى لغاية ما نخلص؟ لا ده هو ده الوقت المناسب. هو ده الوقت المناسب لأن أنت لعبت مع منتخبات ضعيفة، وبالتالي أنت عاوز تجرب بعض اللعيبة الوجوه الجديدة اللي أنت تضخ بيها دماء المنتخب، وبالتالي لازم أنت تختار بعض اللعيبة الجديدة. لكن أنا عندي طبعا تحفظات على بعض اللعيبة، يعني هو مش محتاج ان هو ياخد لعيبه مثلا كبار السن وبتاع، لا انت محتاج يعني لاعب زي مثلا بقيمه وليد سليمان احمد فتحي كمان واحمد فتحي لا بالذات وليد سليمان، يعني صحيح. وليد سليمان بيقدم مستوى خرافي في الموسم الحالي مع النادي الاهلي، وهو اللي بيخلص كل حتى الماتشات القويه والمهمه، وبالتالي لا يعني ممكن تجيبه برضو، يعني تشوف يعني خبرات واحد زي ده لازم تكون موجوده مع بعض اللعيبه الشباب اللي انت بتخ فيها المنتخب. صحيح. طيب نرجع نتكلم مره ثانيه عن اللقاء المرتقب ان شاء الله بكره على استاد سطيف الجزائر، ونشوف الناس شايفه اللقاء ده ازاي، او كمان وجهت رساله للعيبه، لعيبه النادي الاهلي قالت لهم ايه. نبتدي من الفيسبوك، ممكن نشوف الناس قالت ايه. عصام اسماعيل وصل رساله يعني للعيبه، قال لهم قتلوا من اجل جماهيركم، قتلوا من اجل الكيان العبور بروح الفانيلا الحمراء يا ابطال افريقيا. محمد نبيل بيقول للعيبه المشوار قرب للنهايه، عدى كتير، لازم اللعب الجماعي اكتر ويبقوا قريبين من بعض، ونضغط من البدايه ونجيب هدف بدري عشان نخلص الماتش بدري ويا رب نفوز. معتمد فؤاد بيقول اهلاوي وافتخر، العب برجوله، متعه الكوره افريقيا للكبار وانت الاسطوره. محمد طه بيقول ربنا معاكم يا رجاله، ان شاء الله روح الفانيلا الحمراء بتظهر في المباريات دي وان شاء الله هنفوز. المغاوري بيقول مباراة البطولة واثقين فيكم في أصعب الظروف، بالتوفيق يا أبطال. أحمد شحتة بيقول قتلوا بروح الفانيلا الحمراء، كونوا رجال محاربين أنتوا في الأهلي. أحمد هشام بيقول واثقين فيكم، أنتوا رجالة، أصعب خطوة في البطولة، بطولة مستنيينها منكم السنة دي والمشاركة في كأس العالم، العبوا برجولة، موتوا على الكورة أفريقيا الكبار وأنتم الأسطورة، التاسعة يا أهلي. كمان عبد الله البنا بيقول احنا كلنا في ظهركم، ارجعوا لنا ببطاقه التاهل ان شاء الله. وبيقول 11 راجل في الملعب لا يعرفون الخساره. كمان محمد الشرقاوي قال ان شاء الله هنكسب ونصعد، الاهلي يا ساده عظيم كالعاده. على تويتر كمان دنيا بتقول جمهوركم بيناديكوا افريقيا، الله يخليكم، التاسعه يا اهلي. محمد مرتضى بيقول بالتوفيق يا رجاله، ان شاء الله هنكسب البطوله. بيتر بيقول ان شاء الله تبقى نتيجه ايجابيه، بس محتاجين تركيز وتلعب معاهم لعب شمال افريقيا، واهم حاجه تطلع الشوط الاول متعادل وان شاء الله نخطف جول الشوط الثاني ونخلص الماتش، والاهلي متعود على اللعب في الضغط. مش عاجبك انت الموضوع ده؟ لا بالعكس، شايف ان هو ده الكلام صح؟ لا يعني قصه انه انت اهم حاجه اول ربع ساعه، بالفعل اول ربع ساعه هي مهمه جدا للنادي الاهلي بكره. استقبالك لا قدر الله اي هدف ممكن يدي حماس شديد للفرقه الثانيه مع ضغوطات عليك انت، صحيح. وبالتالي ده هيبقى صعب، لكن احنا عندنا خبرات حتى في كل المراكز، يعني في حراس المرمى عندنا محمد شناوي خبره، عندنا في خط الدفاع سعد سمير خبره، عندنا في خط النص عصام عاشور خبره، عندنا في خط الهجوم مع وليد سليمان خبره. وبالتالي اعتقد ان المباراه هتبقى يعني اسهل من كده ان شاء الله. يعني كمان احمد بيقول بالتوفيق لرجالتنا هيشرفونا ان شاء الله بكره. احمد عبده بيقول مساء الخير، بالتوفيق ان شاء الله في المباراه، وان شاء الله يكون التوفيق حالفكم، وعندنا ثقة فيكم وفي قدرتكم، وانتوا قادرين على الفوز والتأهل النهائي برغم كل التحديات. قتلوا من أجل حلم الملايين، قتلوا من أجل إثبات أن الأهلي بمن حضر، إن شاء الله ترجعوا منصورين. عمر بيقول مفيش ضغط عليكم، احنا الاهلي لو نفذتوا تعليمات كارتيرون هنضمن التاهل باذن الله. حماده بيقول احنا واثقين فيكم، باذن الله ترجعوا بتاهل للنهائي دوري ابطال افريقيا، التاسعه يا اهلي. محمد حامد بيقول محتاجين الفرحه. يحيى بيقول ضع الفوز بهذه البطوله هدفك، تخيل التتويج، تخيل ذهابك لدبي للعب في كاس العالم للانديه، تخيل تاريخك وهو يحمل فقره الفوز ببطوله قاريه مهمه، لا تهتز بهتافات الجماهير، الهدوء مطلوب واستحواذ الكرة أطول فترة ممكنة مطلوبة، لا تهتز بأي شيء حتى لو منى مرمانا بهدف لقد الله. كمان نورة قالت شدوا حيلكم يا رجالة. ومن على الانستجرام عبد الكريم حسن بيقول حلم المصريين بشكل عام وحلم الأهلوية بشكل خاص
وكمان عايزين لعيبه الاهلي يبقوا رجاله في الملعب، العب رجوله وموت على الكره، افريقيا للابطال. دي كانت طبعا بعض ردود افعال الجمهور او بعض رسائل الجمهور، جمهور النادي الاهلي للعيبه قبل المباراه المهمه جدا ان شاء الله بكره قصاد فاقس طيف الجزائري، لقاء هام جدا طبعا، ومنه هيكون بطاقه التاهل للنهائي باذن الله، ربنا يوفقنا هناك ونرجع بالبطاقه. بشكرك جدا استاذ احمد اسماعيل الناقد الرياضي بالاخبار المسائيه، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. شكرا جزيلا. بشكركم جدا مشاهدينا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 قبل اللقاء طبعا المرتقب والهام، حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم باذن الله. ببطولة افريقيا لأول مرة. خطا طويلة للخطيب، بيعد الكرة، العب اللعب على طول الكرة، وجاب تاني طائرة.